بسم الله الرحمن الرحيم. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. أمزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن عصياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني.